Salam alaikum. bonjour. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est par rapport aux caricatures du prophète. Il y a de ça quelques semaines, Charlie Hebdo a publié des dessins assez provoquants pour les musulmans. Et moi, j'ai vécu cette, cette affaire, cette polémique, d'assez loin, puisque j'habite à Dubaï. Alors ici, il y a une communauté franco-musulmane assez importante. Donc on en a discuté entre nous, on a un peu débattu. Et on nous donne l'opportunité de, de, de parler du prophète El wa salam. Donc euh, je me suis posé la question. Et, et j'aimerais aussi que vous vous posiez la question. Que faisait le prophète El wa salam lorsqu'il était insulté Que faisait le prophète El wa salam lorsqu'il était dénigré Alors je suis allé voir un chir, un théologien. وقلت له السلام عليكم الشيخ ماذا كان رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند التعرض للشتم؟ إن الحمد لله تعالى نحمده، وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا وبعد هذا سؤال يطرح نفسه قبل أن تطرحونه وهو أن هناك أناس كثيرون يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم ويسيئون له وهنا سؤال انسان يسب نبيا او يسب انسانا فلا بد ان بينه وبينه عداوه والعداوه تنشا عن موقف سابق او عن اساءة من الشخص الذي اساء اليه هو والسؤال الان هؤلاء قرأوا عن النبي عليه الصلاه والسلام ما سبب عداوتهم للنبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم رحمه للمسلمين وغير المسلمين، رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم، واذا سألنا انفسنا من رباني؟ والداي ومشايخي من رباك؟ من ربى هذا؟ من ربى هذا؟ والداه او استاذه او او الى اخره. والسؤال من ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ربه الله عز وجل. صنعه الله عز وجل واختاره لرسالته ونبوته. اختار الله سبحانه وتعالى وجل وعز رسوله صلى الله عليه وسلم من بين الناس اجمعين. لرسالته ولوحيه، واختار له اصحابه. وزكاه. زكاه سبحانه وتعالى فقال: وانك لعلى خلق عظيم. التزكية من من؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء لو قرأوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، للمسوا هذا واضحا صريحا ان هذا هذا البشر هو بشر ولكنه نبي. اخلاق عجيبة اخلاق فريدة اخلاق سامية من قرأها واطلع على سيرته وهي صفحة مفتوحة لدى الجميع لا يرى نفسه الا ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فها هو في مكة لما كان عند حليمة السعدية اثناء رضاعته شق صدر الشريف والقصة معروفة في كتب السيرة. وقبل رحلة الإسراء والمعراج شق صدره الشريف وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم فلا يحمل حسدا ولا بغضا ولا عداوة لأي أحد صلى الله عليه وسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم في مكة يحسن إلى الناس وجاء إليه ملك ملك الجبال وقال يا رسول الله لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبي لفعلت. قال عسى الله ان يخرج من بين اظهورهم من يوحد الله عز وجل. هذا رحمه صلى الله عليه وسلم. رحمه، ما اذى احدا ابدا بلسانه صلى الله عليه وسلم. ما سب احدا، ما شتم احدا ابدا. وهذه كتب التاريخ وكتب السيره. فهو رحمه فعلام العداوه. لو قرات سيرته لوجدت انه في مكه كان رحمه على الكفار من قريش. هم يريدون قتله ويريدون ايذاءه بل ويؤذونه ودبروا لقتله صلى الله عليه وسلم وهو يريد رحمتهم وهو يدعو الله لهم ويبكي من اجلهم ويقول اي رب امتي امتي وفي المدينه بنى المسجد واخى بين المهاجرين والانصار جعل المسلمين لحمه واحده وكتب معاهدات بين اليهود والمسلمين وهم الذين غدروا والتاريخ سطر هذا الشيء وكان منهم منافقون دخلوا في الاسلام ظاهرا ولم يدخلوا فيه باطنا فقبله صلى الله عليه وسلم منهم ظاهرا وهذا عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق في المدينه رجع يوم احد بعدد من المسلمين سب النبي عليه السلام فقال سمن سم كلبك ياكلك رمى حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضها حادثه الافك في سوره النور فعل وفعل وفعل قال لئن رجعنا إلى المدينة الخجنة الأعز منها الأذل فماذا فعل معه النبي عليه الصلاة صلى عليه ودعا له واستغفر له حتى أنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا وأنزل الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله له فلا يغفر الله له ولكنه حريص صلى الله عليه وسلم لا يريد أحداً يدخل النار يريد أن يبلغ رسالة ربي سبحانه وتعالى وقد مثل ذلك النبي عليه السلام مثل ذلك بأن الناس أن الناس كالهوام كالهوام هذه الحشرات الصغيرة تقبل إلى النار والنبي عليه السلام آخذ بحجزهم عن النار صلى الله عليه وسلم فهذا هذا القلب الرحيم هذا القلب الرحيم الذي كان الذي حس امته على مكارم الاخلاق الساعي على الارمله والمسكين وابن السبيل، كفاله اليتيم، الاحسان الى الجار، الاحسان الى الاخ، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذه التعاليم الاسلاميه كلها من من تعاليم من محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يعني بناس باناس انا اجزم انا اجزم انا اعتقد انهم لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رباه ربه سبحانه وتعالى على عينه. وكان نورا ورحمه للعالمين. بدل وجه العالم في فتره لا تساوي في حساب الزمن شيئا. وكان كان يعني هو أمير الدولة الإسلامية، بنى دولة إسلامية يستطيع أن يقتل ويستطيع أن يفعل ولكنه كان رحمة. لم يقتل أحداً صلى الله عليه وسلم إلا من قاتله. وكان يدعو الناس إلى الله عز وجل. وكان يأمر الناس إذا خرجوا لمقاتلة الكفار الذين يقاتلون المسلمين يأمرهم ألا يقتلون شيخاً ولا عابداً في صومعته لا يقتلون عابدا ولا شيخا ولا شي... شي... شيخا عجوزا ولا امرأة ولا طفلا هذه التعاليم في دين من هم اليوم يقتلون الصغار والكبار ولا ينظرون ما يفعلون إذا أرادوا أن يعرفوا محمد صلى الله عليه وسلم فليراجعوا سيرته وليراجعوا شمائله ومن راجع وأنا أقولها للمسلمين في, في فرنسا هذه مهمتكم الان ان تبينوا للناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبينوا للناس ما هو الاسلام هل الاسلام تكسير وتدمير فقط؟ هذا هو الاسلام صححوا لهؤلاء الناس صورة الاسلام حتى اعذروا انفسكم امام الله عز وجل ونقول لهؤلاء غير المسلمين من اهل فرنسا او من اي مكان من اوروبا. لك القرار. اقرا اقرا سنه النبي اقرا سيره النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف عليه وكن متجردا ومنصفا فانا اجزم انك ان قرات سيرته وتعرفت على مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم الا وتجد نفسك بلا شعور تحب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وتدافع عنه، بل وتصبح مسلما. اما ان منعك مانع سياسي، او تعصب، او بغض، او عداوه، او كره، فنحن قد علمنا اناسا كثيرين صدهم صدتهم العداوه والبغضاء والكبر عن دين الله عز وجل. والا انا اقول لكل احد الان يرى هذه الاشياء لابد ان تتعرف على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وتسأل نفسك لماذا يسيء إليه ماذا فعل النبي عليه السلام لهذا الرجل الذي يسيء إليه هناك شيء وهذا يدعو الناس أن يطالعوا ويقرأوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Alors pour continuer sur les propos du shir, j'ai une lecture à vous conseiller. C'est un bouquin qui m'a vraiment marqué. Le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre, écrit par le professeur Hamidullah. À vrai dire, c'est le seul livre en dehors du Coran qui m'ait fait pleurer. Le professeur Hamidullah nous replonge dans le quotidien du prophète dans le quotidien des compagnons du prophète. Et c'est vraiment un, un livre que je conseille à tous les musulmans de France. Je pense que vous devez l'avoir dans votre bibliothèque. Et aussi, euh, c'est un beau cadeau à faire à, à quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam ou bien, bien quelqu'un qui, qui veut en savoir plus sur la vie du prophète. Donc, euh, je vous conseille de l'acheter en 3 ou 4 exemplaires et de le distribuer autour de vous. Le lien Amazon apparaît ici sur la page YouTube. Vous pouvez aussi avoir le lien dans la description ou bien sur mon site web. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook, de vous inscrire à la newsletter pour recevoir mes prochaines vidéos, mes prochains interviews et les prochaines aventures sur Muslim World Tour, Tour du Monde Musulman. Salam alaykoum.